الأستاذ عبد الكريم بوجمعة أستاذ جزائري يرأس قسم جراحة وزرع الكبد بمستشفى ران بفرنسا، من مواليد العام 57-900 بالطاهير ولاية جيجل. بدأ مشواره الدراسي بقسنطينة وحصل على شهادة البكالوريا عام 74، وانتقل ليدرس الطب بفرنسا ليعود إلى الجزائر برتبة أستاذ. C'est un grand plaisir, c'est vrai, c'est une grande histoire et c'est un grand plaisir. On s'est rencontrés, c'était en 2002. Les premiers contacts c'était 2002. Oui, premier contact en 2002 et puis avec Brahim Grienne, l'anesthésiste réanimateur, Abdelaziz Graba, le chirurgien du CPMC, on s'est mis autour d'une table et on a discuter pour savoir comment il était possible de mettre sur pied un programme de chirurgie du foie et de transplantation hépatique. الأستاذ بوجمعة ما هو إلا عينة من أبناء الجزائر الذين يشكلون الصفوة في بلدان المهجر، ولما لا الصحوة في البلد الأم، حيث يشرف منذ 7 سنوات على تكوين جيل من الجراحين الجزائريين الذين يتحكمون اليوم في هذه التقنية. صح واش قال لك بروفيسور كريم بوجمعة، وانما قد ما ينجم يجي هو نستفيدوا منه من الخبره تاعو.